خلال افتتاح مجمع الصناعات الكيماوية، الرئيس السيسي يدعو للتكاتف لمواجهة ارتفاع السلع ويطالب بحوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية. رئيس الوزراء يتابع موقف توافر السلع في الأسواق ويؤكد أهمية التوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. زيلينسكي يطلب مساعدة الهند في إتمام خطته للسلام، ولافروف يؤكد أن الغرب سيكون مجبرا على التفاوض مع روسيا. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. صرح صناعي جديد شرفه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمنطقة الصناعية بأبو رواش لافتتاح مصنعين بمجمع الصناعات الكيماوية، هما مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية وكذلك محطة توريد الطاقة الثلاثية. ويعد مجمع الصناعات ركيزة مصر الأساسية لخدمة القطاعات الصناعية والزراعية والطبية اعتمادا على الكفاءات والخبرات الوطنية في واحدة من أكبر وأقدم شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية. طب ليه مش عايزين نستوردها من بره؟ أولا عشان نشغل ناس في مصر، يعني بدل النهاردة أنا مشتري المنتج ده من بره، طب أنا أعمله عندي والناس في العمالة تبقى عمالة مصرية، وبدل ما أنا بدفع دولار عشان أشتريه هشتريه بالجنيه المصري. أنا بقول الكلام ده لينا كلنا، للرجال الأعمال والمستثمرين وللحكومة وليكم، كل ما هننتج مواد بنجيبها من بره كل ما الضغط على الدولار يقل. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص الدولة على تعزيز الإنتاج المحلي الذاتي من المنتجات والسلع الاستراتيجية لتقليص الضغط على العملة الأجنبية. وفي مداخلة له خلال افتتاح بمجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش، قال رئيس السيسي إن البنوك المصرية ستغطي الاعتمادات المالية لتأمين الإفراج عن البضائع في الموانئ. كل ما هننتج مواد بنجيبها من بره كل ما الضغط على الدولار يقل. الفكرة يعني أنا بسمع كلام كتير يقول لك إيه، أنتوا أرجو إن أنتوا تخفضوا من المشاريع القومية عشان تخففوا العبء على الإيه؟ على الدولار. لا يا جماعة لا. وبالمناسبة يعني إن شاء الرحمن الرحيم، يمكن الدكتور مصطفى كان بيكلمني في أول إمبارح، معلش يا هبة أنا يعني بيكلمني على خطته في، لان احنا كنا قلنا من شهرين ان احنا محتاجين المستلزمات اللي موجوده في المواني تطلع يا دكتور مصطفى، فكان بيعرض عليا من يومين الخطه بتاعه خروج هذه المواد، وانا بقى مش بعلنها للناس، احنا قلنا كلام بس وبننفذه ان شاء الله. فطبعا البنوك المصريه هتغطي المطلوب بالدولار على طول لصالح الاعتمادات ديت في خلال 3-4 ايام. ودعا الرئيس السيسي إلى التكاتف لمواجهة ارتفاع أسعار السلع وتخفيف المعاناة عن المواطنين، مشيرا إلى أن مجمع الأسمدة الأزوتية المقرر افتتاحه الفترة المقبلة سيواكب زيادة المساحات الزراعية. اوعوا تكونوا فاكرين انتم احنا مش حاسين كبناء آدمين وكمسؤولين ان الأسعار حمل على الناس، بس والله ما في أكتر من كده نقدر نعمل. يعني كل يعني بقى شرحت حاجة واحدة بس في موضوع واحد، لو كلمت على الكهرباء هتلاقي نفس الكلام. لو والله النهاردة الدكتور شاكر حب يسعر الكهرباء هو والشركة والبترول بالتكلفة الحقيقية، والله أنا مش بتكلم على اللي احنا بندعمهم، الكلام ده أنا قلته قبل كده، أنا بتكلم على حتى اللي احنا كنا وصلنا إن احنا حررنا السعر
بتاع الكهرباء بالنسبه لهم اللي هي الشرائح الكبيره قوي اللي هي اعلى نسبه استهلاك. لا قدرنا نعمل كده مع المصانع ولا قدرنا نعمل كده مع المواطنين. بس انت بتعمل ده كله منين؟ ما محدش بيجيب حاجه من جيبه، مش كده يا دكتور مصطفى؟ مش من جيبنا يعني، لكن ده من قدره البلد. فانا بقول الكلام ده عشان كلنا نتكاتف، لان الاحظ ان بعض الناس يعني يقول لك ده فرصه ان احنا نعلي الاسعار شويه، نكسب، نقول ما فيش دولار، ما فيش. ده بالعكس، ده الوقت ده هو الوقت اللي احنا فيه يعني يبرز فيه ان احنا حرصنا على الناس، وان احنا ما نغليش الحاجه على الناس. احنا بنتكلم في اكل وشرب، بنتكلم في اكل وشرب وحاجات اخرى. أكد الرئيس السيسي ضرورة وجود أوعية إدخارية لدى الوزارات والهيئات المختلفة، مشيرا إلى أن قناة السويس تحتاج إلى صناديق وأوعية لتمويل مشروعات جديدة. قناة السويس هتكلم على الافتتاح الجديد، مش الافتتاح اللي هو في القرن الأول ما اتفتحت، لا اللي هو سنة 75 حتى بعد حرب 73. من 75 للنهارده قناة السويس جابت تقريبا 220 مليار دولار. انا خليت المتوسط 4، خليت المتوسط ايه 4، 200 مليار دولار. لو حد كان شال 10% من الرقم ده وحطه في صندوق، خلي بالكوا الصندوق ده مش معناه ايه، ما هو دخل البرلمان ليه الصندوق؟ عشان يديله حصانه قانونيه في ما حدش يقدر لا مؤاخذه ياخد منه ولا يتصرف فيه ولا اي حاجه، طبقا للمعايير اللي تم التصديق عليه بيها والقواعد اللي اتحطت. جهاز الدوله الرقابيه تفتش عليه طبعا، جهه سياديه مسؤوله عنه طبعا، كل حاجه. كما اكد الرئيس السيسي ان الدوله مسؤوله عن وضع القواعد والنظم للحفاظ على الاسره، مشيرا الى وجوب ان يكون هناك حوار مجتمعي حول قانون الاحوال الشخصيه الجديد. الاحوال الشخصيه كده احنا قلنا شويه ملامح للقانون، والنخبه اللي اشتغلت فيه من يعني مطمئنين ان هم خدوا كل وجهات النظر وتم طرحها، لان الناس دي كانت بتشوف الكلام ده وهي قاعده على منصه القضاء على مدى 30 سنه واكتر، فشافت مشاكل كتير. فالملامح الرئيسيه اللي هي اتقالت لكم كده، لكن ده مش معناه، وسيد وزير العدل موجود مش كده؟ يعني انتوا عاملين حسابكم ان انتوا تعملوا حوار مجتمعي. هذا وقد تسلم الرئيس السيسي نسخة من القرآن الكريم كهدية تذكارية من رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، وجاء ذلك خلال احتفالية افتتاح مصنعي الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بمنطقة أبو رواش في محافظة الجيزة. كما توسط الرئيس السيسي صورة تذكارية مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين والعاملين بمجمع الصناعات الكيميائية بمنطقة أبو رواش في محافظة الجيزة. جاء ذلك عقب جولة للرئيس تفقد خلالها مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد للطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيميائية بمنطقة أبو رواش. We'll be right back.
وعقب افتتاحه لمصنعين بمجمع الصناعات الكيماوية بمنطقة أبرواش، أوقف الرئيس السيسي موكبه بعد رؤيته لإحدى السيدات جالسة على الرصيف وأدار معها حوار، كما وجه بالتلبية كافة احتياجاتها. كما قام التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بزيارة للسيدة نوال والمقيمة بمنطقة منشأة ناصر، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، والذي تصادف مرور موكبه أثناء جلوس السيدة نوال على الرصيف في منطقة أبو رواش. وبعد حديث مع السيدة نوال، وجه الرئيس السيسي بتنفيذ كافة احتياجاتها. وبناء على تكليف الرئيس السيسي، قام التحالف الوطني بزيارة للسيدة نوال، وتم إهداء مجموعة من الأجهزة الكهربائية الأساسية ودعمها بمبلغ نقدي، هذا وبالإضافة إلى توفير وظيفة لنجلها، فضلا عن تحقيق حلمها لأداء عمرة. وأشار التحالف الوطني إلى أنه جاري تنسيق إجراءات السفر الخاصة بها، مع التأكيد على توفير دعم شهري مستمر لها من خلال مؤسسة حياة كريمة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الحكومة بالمتابعة الدائمة لموقف توافر السلع بالأسواق. وأوضح مدبولي خلال اجتماع له أن هذا الاهتمام يأتي في إطار الحرص على ضمان توافر مختلف السلع للمواطنين، وبخاصة السلع الاستراتيجية بالأسعار المناسبة، لا سيما مع بدء الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان المعظم. وخلال الاجتماع تم تأكيد على أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية في الحدود المطمئنة، مع الإشارة إلى أن موسم توريد السكر الجديد يبدأ في شهر يناير المقبل. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بقطاع الموارد المائية والري في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأكد رئيس الوزراء أهمية التوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة خلال الفترة المقبلة، مشيرا في هذا الصدد إلى الجهود المبذولة من جانب الدولة وما تتيحه من تيسيرات ومحفزات لجذب المزيد من الاستثمارات لقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة. كما شدد مدبولي على أهمية أن تكون هناك خطة تنفيذية متكاملة لتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية خلال الفترة القادمة. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج، ويأتي هذا في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإعداد والتأهيل المتكامل للضباط الذين تم اختيارهم للعمل بمكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الوزراء وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، وعدد من الشخصيات العامة وممثلي وزارة الخارجية، والذي يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإعداد والتأهيل المتكامل للضباط الذين تم اختيارهم للعمل بمكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج، حيث بدأت المراسم بكلمة رئيس جهاز الملحقين الحربيين تناولت تقريرا مفصلا لدورة التمثيل الدبلوماسي العسكري لعام 2022-2023،
كما ألقى اللواء أركان حرب محرز عبد الوهاب القائم بأعمال رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية كلمة قدم خلالها الشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة لما قدمته من كافة أوجه الدعم للارتقاء بمستوى عناصر التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج، مشيرا إلى الجهد المبذول لإعدادهم وتأهيلهم ليكونوا قادرين على أداء المهام المكلفين بها على أكمل وجه. وألقى الفريق أول محمد زكي كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما هنأهم بانتهاء دورة الإعداد والتأهيل التي تسبق توليهم المنصب، وطالبهم بمواصلة الاطلاع والمعرفة في كافة المجالات والتخصصات لبناء القائد الكفء القادر على تنفيذ كل ما يكلف به من مهام، مع التمسك بالانضباط العسكري والقيم والثوابت الأصيلة للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن عملية انتقاء تلك العناصر تمت وفقا لأسس علمية مدروسة، وأن هؤلاء العناصر هم خير مثال يحتذى به بين رجال القوات المسلحة نظرا لما يتمتعون به من مقومات تمكنهم من أداء مهامهم بكفاءة واقتدار. في إطار حرص القوات المسلحة على تيسير الإجراءات لشركات القطاع المدني التي ترغب في التعامل معها، تعلن وزارة الدفاع عن بدء التسجيل بسجل قيد الموردين للشركات التي ترغب في التعامل مع القوات المسلحة عن العام المالي 2023-2024. وأشارت وزارة الدفاع إلى أنه يتم فتح باب التسجيل للشركات المحلية المتقدمة لأول مرة والتي ترغب في التعامل مع القوات المسلحة من خلال قيام تلك الشركات بتسجيل البيانات الخاصة بها على موقع منظومة إصدار الموافقات الأمنية اعتبارا من أول من يناير المقبل. كما أوضحت وزارة الدفاع أنه عقب قيام الشركات بالتسجيل يتم إخطارها على الموقع عليها بكافة البيانات والأوراق المطلوبة واستيفاؤها وحجز موعد لتقديمها لمجمع خدمات الأمن الحربي. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 849 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت 321 طن. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 36 طن. وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد الأرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط 237 طن. أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 48 طن. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 985 قضية من بينها 277 قضية خبز ناقص الوزن و209 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف والبيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 7 قضايا بمضبوطات بلغت 249 طن. كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي للجرائم التموينية بكافة أشكالها، حيث تمكنت من ضبط العديد من قضايا غش السلع وحجبها عن التداول وبيع سلع منتهية الصلاحية. تتواصل الجهود الأمنية للتصدي للجرائم التموينية المتنوعة. في هذا السياق شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملات أمنية مكبرة تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديريات الأمن، أسفرت عن ضبط أكثر من 66 طن دقيق بلدي مدعم قام مالك ومسؤول عدد من المخابز البلدية ومستودع دقيق بلدي بالجيزة وقنا وشمال سيناء بالتصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء، وضبط قرابة 195 طن دقيق أبيض تم حجبها عن التداول بالأسواق بهدف بيعها بأزيد من السعر المقرر وبأسعار السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة بالقاهرة والجيزة والقليوبية، وضبط 27 طن ملح طعام تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بالجيزة والشرقية والمنوفية لبيعها بأزيد من سعرها المتداول. ونجحت الأجهزة الأمنية في إطار استمرار تصديها لجرائم حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها في ضبط أكثر من 52 طن مواد غذائية متنوعة تم حجبها عن التداول بالأسواق بالجيزة والقليوبية،
وضبط أكثر من 22 طن أرز أبيض تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بالقليوبية والدقهلية لبيعها بأزيد من السعر المتداول. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 120 طن أرز شعير بحوزة اثنين من مالكي مخازن بدون ترخيص لتجارة الحبوب بالدقهلية والشرقية، قام بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق وبيعها بأزيد من السعر المتداول. ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 556 طن أعلاف حيوانية وداجنة غير معلن عن أسعارها، وتم حجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بالسوق السوداء بالجيزة والقليوبية والشرقية والمنوفية. كما نجحت في ضبط 35 طن مواد بناء بالمنوفية والدقهلية، تم حجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بأزيد من سعرها المتداول. ونجحت في ضبط أكثر من 36 طن أسمدة زراعية، تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها وبيعها بأزيد من السعر المتداول بقنا والمنيا. وعلى صعيد التصدي لجرائم بيع سلع منتهية الصلاحية، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط قرابة 8 أطنان جبن أبيض غير صالحة للاستهلاك الأدمي بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالقاهرة، وضبط أكثر من 77 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الأدمي بالدقهلية والقاهرة والجيزة. واستمرارا لنجاحات أجهزة وزارة الداخلية في التصدي لجرائم بيع سلع منتهية الصلاحية، نجحت في ضبط 210 طن أعلاف حيوانية غير صالحة للاستخدام الحيواني بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية بالمنوفية، وتمكنت من ضبط 57 طن ونصف مواد خام ومستلزمات إنتاج بلاستيك غير مطابقة للمواصفات القياسية بمصنع غير مرخص لإنتاج المنتجات البلاستيكية بالقليوبية، وضبط أكثر من 15 طن منظفات صناعية غير مطابقة للمواصفات القياسية بحوزة المسؤول عن مخزن لتعبئة المنظفات الصناعية بالقليوبية. اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوجود خلافات بين جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق. وفي كلمته الافتتاحية قال بوتين إن أعضاء رابطة الدول المستقلة مستعدون لحل المشكلات معا بمساعدة ودية وبوساطات. وكان الرئيس الروسي يتحدث في قمة غير رسمية لرابطة الدول المستقلة في سان بطرسبرغ، حيث حضر القمة زعماء أذربيجان وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغستان وطاجكستان وتركمستان وأوزبكستان. وفي المقابل قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أنه طلب مساعدة الهند في تنفيذ صياغة سلام، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي. وأضاف زيلنسكي أنه يعول على مشاركة الهند في تنفيذ صيغة السلام، معربا عن تمنياته لها برئاسة ناجحة لمجموعة العشرين. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الغرب سيكون مجبرا على التفاوض مع روسيا بشأن الأزمة الأوكرانية مع تراجع قدرته على توجيه الاقتصاد العالمي. وأضاف لافروف أن الغرب فقد مصداقيته كشريك بعد أن علق جميع الاتصالات مع روسيا، لافتا إلى أن بلاده لن تقدم أي تنازلات. دعت أوكرانيا إلى استبعاد روسيا من الأمم المتحدة بعد أكثر من 10 أشهر على بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا. وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية أنها تدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى حرمان روسيا من وضعها كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي واستبعادها كليا من الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن روسيا تحتل بشكل غير قانوني مقعد الاتحاد السوفيتي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منذ عام 1991 وتفككه إلى 15 دولة جديدة. ما زالت نشرة التاسعة مستمرة وتتابعونا فيها. أكثر من 70 طائرة صينية تخترق الأجواء التايوانية، والولايات المتحدة تبدي قلقها من تزايد التوتر.
دعا أطباء القطاع الخاص في فرنسا إلى إغلاق عياداتهم اعتبارا من اليوم وحتى 2 يناير للمطالبة برفع تعريفة الاستشارات الطبية وتحسين ظروف عملهم. وكان إضراب سابق في 1 و 2 ديسمبر قد تسبب بتراجع النشاط بحوالي 30% في أوساط أطباء الأسرة، وذلك وفقا لما أفادت به الخدمة الصحية الفرنسية. قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض إن الإدارة الأمريكية قلقة من الأنشطة العسكرية الصينية في محيط تايوان، وجاء ذلك بعد أن أعلنت الحكومة التايوانية أن 71 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية بما في ذلك طائرات مقاتلة وطائرات بدون طيار دخلت منطقة الدفاع الجوي التايوانية خلال 24 ساعة الماضية. وأكدت تايوان أنها أرسلت طائرات وسفنا بحرية واستخدمت صواريخ أرضية لمراقبة طائرات وسفن الجيش الصيني. وقالت وسائل إعلام رسمية في تايوان إن هذا يعد أكبر توغل لسلاح الجو الصيني حتى الآن. ذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن كوريا الجنوبية دفعت بمقاتلات وطائرات هليكوبتر هجومية أطلقت طلقات تحذيرية بعدما اخترقت طائرات مسيرة من كوريا الشمالية مجالها الجوي. وأفادت الوكالة بأن كوريا الجنوبية تعقبت الطائرات المسيرة وهي تعبر من كوريا الشمالية فوق ما يعرف باسم خط ترسيم الحدود العسكرية الذي يفصل بين البلدين. وكانت وزارة النقل في كوريا الجنوبية قد أعلنت في وقت سابق تعليق رحلات السفر من مطارين هناك بناء على طلب من الجيش قبل أن تستأنف الرحلات بعد ذلك. أعلنت وزارة الداخلية العمانية نجاح التجربة الإلكترونية للتصويت في انتخابات البلدية في نسختها الثالثة. وأكدت الوزارة أن سلطنة عمان حريصة على التحول الرقمي في جميع المجالات، مشيرة إلى أن النظام انتخب الإلكتروني أثبت نجاحه في العملية الانتخابية. لكل وسائل الإعلام المحلية والعربية مقترحات وتوصيات فيما يتعلق بالجوانب الخدمية. حرصت وزارة الداخلية على مواكبة التطور التقني وأتمتة الخدمات وتكامل بياناتها وعملياتها وتوظيف التقنيات الرقمية الحديثة تماشياً مع برنامج التحول الرقمي الحكومي ضمن أولوية تقنية المعلومات والاتصالات في رؤية عمان 2040. هذا وأكد عدد من المسؤولين العمانيين أن نسبة المشاركة في الانتخابات كانت جيدة، حيث كان هناك تفاعلاً كبيراً من الناخبين. هدف المؤتمر الصحفي بدرجة الأولى هو الترحيب بكم طبعا، ومحاولة أيضا إيصال المعلومات التي لم تصل عن طريق التطبيقات التي أيضا دشنت تطبيق انتخاب من ناحية النتائج، وأيضا عرض معلومات نوعية في العرض المرئي الذي قدم. نحن في سلطنة عمان مواصلون إن شاء الله لمسألة التحول الرقمي في مجال الانتخابات. سيكون هناك تحديثات قادمة بطبيعة الحال في نظام السجل الانتخابي، أيضا في مسألة البحث في السجل الانتخابي، أيضا معرفة الأسباب التي أدت على سبيل المثال لأن تكون هذه النسبة هكذا، مثل ما قال سعادة المهندس وكيل الوزارة أن هذه النسبة نسبة طبيعية. بالفعل هي النسبة الطبيعية دائما تكون يعني من 30 إلى 60% من حجم السجل الانتخابي. لا ننسى أيضا أن السجل الانتخابي هو سجل تراكمي يزيد بازدياد يعني باختلاف الفترات الانتخابية. أيضا سجلنا الانتخابي أيضا لا ننسى منفصلا، هناك مجلس آخر يعني هذا السجل يخدمه وهو مجلس الشورى. طبعا وزارة الداخلية يعني تعودت دائما في كل عملية انتخابية أنها تضيف عنصر التقنية في كل مرحلة من المراحل، وبالتالي صار من الواجب أنه في هذه المرحلة يتم استخدام التقنيات الحديثة وتسخيرها لتسهيل العملية الانتخابية. وتم التصميم والتنفيذ والإشراف على مشروع
تطبيق أنتخب وتطبيق انتخاب، بحيث تكون العملية الانتخابية مؤتمتة بالكامل في كل مراحلها. هي تجربة جدا رائعة يعني مارسها الشعب العماني في هذه الانتخابات، وهي استخدام التكنولوجيا في هذه الانتخابات عبر تطبيق انتخب. بالفعل يعني من خلال متابعتنا لهذه الانتخابات شاهدنا كمية التفاعل فيها مع هذا التطبيق، تطبيق انتخب، وأيضا شاهدنا الجهود التي يعني قامت بها سلطنة عمان في تغطية هذه الانتخابات. عقد مجلس الشيوخ جلسة جديدة لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وخلال الجلسة استعرض نواب المجلس سياسة الحكومة الخاصة بخطة الإصلاح الإداري والنهوض بالموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة. جلسة جديدة عقدها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لمواصلة مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله. في بداية الجلسة تمت إحالة 13 تقريرا من اللجان النوعية المختلفة إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات. وخلال الجلسة استعرض نواب مجلس الشيوخ طلبا مقدما من أكثر من 20 عضوا حول سياسة الحكومة الخاصة بخطة الإصلاح الإداري والنهوض بالموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة. الإصلاح الإداري شديد الصلة بالتنمية ومكافحة الفقر وتطوير الدولة المصرية والديمقراطية والحريات السياسية وحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وإذا لم يحدث الإصلاح الإداري فحلم الشعب المصري في دولة مدنية ديمقراطية حديثة هيبقى في مشكلة في تعيق هذا التطور اللي احنا بننشده، ومش هننجح في ان احنا نجني ثمار التنمية اللي بتحصل والتوسع في المشاريع المتنوعة وحلم التنمية اللي احنا الدولة المصرية ماشية فيه وتقوده بكفاءة مجموعة حول الرئيس الجمهورية. ابتداء ونحن نؤسس لجمهورية عصرية حديثة لابد ان نكون امام جهاز إداري بتحكمه منظومة قانونية. هذه المنظومة القانونية لابد أن تسبقها مجموعة من المتخصصين والفنيين والخبراء في فن النظام الإداري والقانوني. من جانبها أكدت الحكومة أن إجراءات الإصلاح الإداري التي اتخذتها ساهمت في تأهيل مؤسسات الدولة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى الانتهاء من تدريب أكثر من 76 ألف متدرب من الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة. وعقب الانتهاء من المناقشات قرر رئيس مجلس الشيوخ إحالة الطلب وتعقيب الحكومة إلى لجنة الشؤون المالية ومكتب لجنة القوى العاملة للدراسة وإعداد تقرير بشأنهما. وهكذا يواصل مجلس الشيوخ مهامه أداء دوره الرقابي والنيابي لصالح الدولة والمجتمع. وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصري أكد عدد من نواب مجلس الشيوخ أنه تم استيضاح سياسة الحكومة في تطوير الجهاز الإداري وتأهيل وتدريب الموظفين. السنوات اللي فاتت يمكن نقول ان احنا عانينا من ايرث يعني ادى الى تاهل الجهاز الاداري وما عانيناه كمواطنين وكدوله مصريه من طموحاتنا في اعاده تاهيلهم وتمكينهم بشكل افضل علشان يحققوا الخدمه اللي تنال رضا المواطن. استطلعنا النهارده بعض الاجراءات اللي تم وضعها خلال السنوات الاخيره من 2016 حتى الان، اتكلمنا عن التحديات اللي موجوده والصعوبات اللي موجوده، اتكلمنا عن اليه انتقال العاصمه الاداريه، اتكلمنا كمان على رغبتنا و
يعني نقدر نقول طموحاتنا في إعادة تأهيل الموظف الإداري للدولة علشان يقدر يؤدي الخدمة بالشكل الأمثل للمواطن لتحقيق رضاه، ويمكن ده من أهم الأهداف. اتكلمنا على محاور عدة من ضمنها الإصلاح التشريعي، الإصلاح المؤسسي، اتكلمنا على آلية لتحديات زي إعادة تأهيل وتدريبهم بشكل الجيد. كنا بصدد مناقشات من أهم المناقشات اللي تمت في دور الانعقاد الحالي، وهي استضاح سياسة الحكومة في دورها في تطور التحول الرقمي والتطوير الإداري، لأن هما الاثنين بيشتغلوا دايما على التوازي. احنا مش بنتكلم في جمهورية جديدة وفي إصلاح إداري الدولة والانتقال العاصمة الإدارية بدون ما نكون حاطين خطة واستراتيجية واضحة جدا للعاملين كلهم، سواء السادة المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة أو لا. احنا بنتكلم في جهاز إداري من أهم الأجهزة الموجودة في الدولة، اللي هي ممكن تكون سلاح ذو حدين، هو ممكن يكون محفز وممكن يكون معوق. في الحالتين احنا بنواجه تحدي كبير جدا للجهاز الإداري، لأنه هو يعني إرث كبير جدا جدا من المشاكل. الحقيقة كانت الحكومة مستجيبة النهاردة جدا لبعض استفسارات السادة الزملاء وطلب الزميل لاستضاح سياسة الحكومة. كان في تحدي كبير بخصوص التعيينات وبخصوص الانتدابات وبخصوص الانتقالات، تم مناقشة كافة هذه الملفات والمعوقات. عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل عن التحديات التي تواجه العمالة غير المنتظمة وأطر الحماية الاجتماعية، وتناولت الورشة عدة محاور منها التحديات التي تواجه العمالة غير المنتظمة بجانب أطر وآليات تعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية. وتضمنت التوصيات الإسراع في إنشاء قاعدة بيانات شاملة للعمالة غير المنتظمة، والعمل على توفير حوافز إضافية للقطاع الخاص للتشجيع على تسجيل العمالة غير المنتظمة التي تعمل لديهم. عمالة كثيرة جدا غير مصنفة في وزارة القوى العاملة، وبالتالي الأمر يحتاج مجهود كبير جدا جدا عشان خاطر يتم حصر العمالة الموسمية والغير منتظمة. وفي امثله كثيره جدا على كده، يعني في يعني مثلا اذا كنا نتكلم للاناث العاملات الموسميات الغير منتظمات، اعتقد ان دول حظهم من المساله. حتى اذا كان يشاركنا في وظائف موسميه او غير منتظمه، هتلاقي برضه في اللي سقط منهم كتير، زي العاملات في الزراعه في الارياف، زي العاملات في دور في المنازل، زي العاملات في النظافة أو في السيرفس وكلام زي كده. الدولة قدمت للناس دي حصة صاحب العمل 12%، مطلوب منه بس أنه يروح يسدد حصته 9% علشان يستحق معاش عند بلوغ السن، أو ياخد معاش في حالة عجز كلي أو جزئي، أو المستحقين في حالة الإيه الوفاة. يبقى هنا الدولة الناس اللي مش شايفها تعاملت معها تأمينيا، بس مازال الحصر بتاعها لم يكتمل. زي ما قالوا المتحدثين قبل مني الزملاء، ان النهارده الحصر ده في نوع من الصعوبه، ان ان لم يبادر العامل بنفسه بالتسجيل، طب انا اشوف ازاي غير ان هو يروح مكتب التأمينات اللي تبعه، يقع في موقع جغرافي ويطلب اشتراك ان هو يسدد حصته. ملف العماله غير المنتظمه مفيش عدد محدد لي، ولكن هناك تقديرات. يعني احنا بنتكلم على اخر تقديرات للجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء، كان بيتكلم ان هم تقريبا 30% من حجم العماله اللي في مصر، وده رقم كبير جدا. ولذلك هو ملف مهم جدا حاليا على الدوله المصريه ان هي تفتحه مع التحديات الاقتصاديه ومع التحديات اللي الدوله شفنا السيد الرئيس اليوم بيتكلم على الاكتفاء الذاتي، وبنتكلم قبل كده على توطين الصناعة. والعمالة هي أحد أعمدة والاستثمار عند الدولة المصرية في الموارد البشرية. لو حاجينا هنتكلم على الجزء التشريعي الخاص بقانون العمل، بنتكلم على الصندوق الخاص بدعم العمالة غير المنتظمة. الصندوق ده غاية في الأهمية. كل اللي له علاقة بالعمالة غير المنتظمة لازم في تكامل، لازم نكمل بعض. ملف ده مش بتاع حد لوحده، لا بتاع الوزارة لوحدها، ولا بتاع الحكومة لوحدها، ولا بتاع المنظمات المجتمع، ولا المنظمات النقابية لوحدها. ملف كبير وملمس مع كل فئات المجتمع، صحيح، وملمس مع شريحة عريضة جدا من المجتمع. فالتكاتف والتكامل والتنسيق واستدامة التنسيق، مش علشان سيادة الرئيس قال فنطلع كلنا ونجري وبعدين
كله يسكت تاني لما لا، استمرار التنسيق واستدامة التنسيق بين كل الجهات وكل الأطياف. ناقشت رابع جلسات صالون مستقبل وطن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها المأمول في دعم الاقتصاد القومي. وأصدر الصالون توصيات لخارطة الطريق مع دعم النهوض بالصناعة، كما ناقش الحاضرون خلال الجلسة معوقات النهوض بالصناعة وكيفية تخطيها. في النسخة الرابعة من الصالون السياسي لحزب مستقبل وطن، يناقش أعضاء الصالون هذه المرة موضوعاً هاماً بعنوان المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها المأمول في دعم الاقتصاد القومي. خرجنا بتوصيات إن شاء الله هتفيد، وهيبقى التوصيات بتاعة حزب مستقبل وطن هتبقى مميزة وهتبقى خريطة طريق جيدة جداً لاستمرارنا في هذا الأمر، لأن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هي خاطرة الاقتصاد، ولازم أن احنا نسعى في هذا الأمر بشدة شديدة جدا. الصالون السياسي أو الصالون اللي أنا هقول صالون صناعي في الحقيقة، النهاردة كان بيتكلم على أمور تنفيذية، بيتكلم مع عدة هيئات مختلفة، في الآخر احنا أثرنا عديد من النقاط وأثرنا عديد من الأمال الموجودة، وكمان ناقشنا التحديات اللي موجودة، وفعلا كان الموضوع صريح جدا والمناقشة صريحة جدا على الصناعة وكيفية النهوض بالصناعة للصناعات الصغيرة والمتوسطة. في كثير جدا من الأمال إن شاء الله تبنى على هذا الصالون. الحقيقة أنا ما كنتش متوقع إن الأحزاب بتعمل النشاط ده، يعني لما شفته في حزب مستقبل وطن طبعا فرق كتير. يعني الحقيقة اللي أنا شايفه النهاردة ده تعاون مثمر. الجلوس والمستمعين تفهموا، قالوا الشكاوي اللي عندهم، المشكلة اللي طلعت النهاردة سواء مشكلة تمويل أو مشكلة 152-154 هتفيدنا عشان نرجع نعرضها. وبصراحة يعني الاجتماع كان مثمر جدا، وأهم حاجة لمسناها كلنا طبعا هي التنسيق، يعني ان في جهات كتيره بتشتغل على موضوع المشروعات، انما لا يوجد، يعني مش عايز اقول لا يوجد تنسيق، في مساحه اكبر للتنسيق. الصالون النهارده اصدر اكتر من توصيات واصدر اكتر من افكار جديده، شايف انها هتفرق كتير جدا الفتره اللي جايه، اهمها في ترتيب للتنسيق ما بين الجهات الحكوميه المختلفه بهدف دعم المشروعات الصغيره والمتوسطه، واهمها المشروعات التصديريه والمشروعات اللي بتركز على احلال الواردات. سعداء طبعا بوجودنا في الصالون المهم ده. قطاع المشروعات الصغيره من القطاعات الهامه في الدوله المصريه، وبالذات في الاونه الاخيره وفي الاونه الحاليه في ظل الازمه الاقتصاديه الحاليه. يعني الصالون النهارده غطى كل المشاكل والمعوقات اللي بتقابل هذا القطاع، ووضع حلول مبدئيه لهذه المشاكل. المشروعات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر هي عمود الاقتصاد في أي بلد في العالم، وإحنا النهاردة في دفعة قوية جدا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اللي بتمثل حوالي 98% من المشروعات اللي موجودة على أرض مصر. يمكن النهاردة الميزة في الصالون النهاردة إنه بيجمع أصحاب الصلة أو الجهات اللي بترعى هذا الموضوع. صناعة التمويل متناهي الصغر هي صناعة مهمة جدا في المرحلة الراهنة لدعم شريحة مهمة جدا في المجتمع، هي شريحة الأكثر احتياجا. بيهمنا قوي دعم هذه الشريحة، وخاصة إذا كنا بنتكلم في الناس اللي محتاجة 5000 ل 50000 جنيه أو ل 200000 جنيه، فدي مهمة جدا. أعلن محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة على موافقة اللجنة العليا للاستثمار بالمحافظة على إقامة مشروع مصنع طوب آلي في المنطقة الصناعية ببئر العبد. وفي لقاء اللجنة العليا للاستثمار الذي عقد في محافظة شمال سيناء، أكد المحافظ على اهتمام الدولة وكافة الأجهزة المعنية بدعم وتشجيع الاستثمار على أرض سيناء، مشيرا إلى تيسير الإجراءات أمام مختلف المستثمرين والعمل على تشجيعهم لإقامة المشروعات في سيناء. نظمت وزارة الصحة قافلة طبية بقرية الوبرات التابعة لمركز ومدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية. ضمت القافلة عدد من التخصصات، كما تم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية مجانا.
تلبية لرغبة أهلنا. النهاردة احنا متواجدين في مركز شباب الوبارات، مركز مدينة القصاصين. النهاردة معايا جميع التخصصات، البطنة، الجراحة، الجلدية، الأنف والأذن، تنظيم الأسرة، العظام، بجانب وجود الأشعة ومعمل دم وطفيليات. معايا صيدلية تحتوي على 90 صنف من العلاج الصرف بالمجان. تحويل الحالات التي تحتاج تدخلات جراحية أو تخصصات أخرى غير متواجدة معايا بالقافلة للمجمع الطبي ومستشفى أبو خليفة، تنسيقا مع مؤسسة حياة كريمة. نظمت مؤسسة حياة كريمة قافلة طبية شاملة بمنطقة عرب المعمل بمحافظة السويس بالتعاون مع جامعة السويس. وشهد مركز شباب عرب المعمل بحي عتاء بمحافظة السويس إقبالا كثيفا من جانب المواطنين الراغبين للخضوع للكشف الطبي بمختلف التخصصات. وضمت القافلة الطبية أغلب التخصصات، حيث تم الكشف على أكثر من 500 حالة وصرف الصيدليات والعلاج بالمجان. كما استقبلت القافلة الطبية أهالي منطقة عرب المعمل في جلسات توعوية بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. الآن وقفة اقتصادية من نشرة التاسعة ورجاء رمزي. أهلا بك رجاء. أهلا بك سحر. أهلا بك أميرة. مشاهدينا، أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الاقتصادية. رصد البنك المركزي المصري مجموعة من الممارسات غير المشروعة التي تتعلق بسوق النقد الأجنبي، والتي تستهدف زعزعة الاستقرار النقدي والمالي للبلاد، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون، كذا محاولة تحقيق أرباح سريعة بطرق غير مشروعة. وشدد المركزي على أنه يتخذ كافة التدابير اللازمة لمجابهة أي ممارسات ضارة بالاقتصاد القومي، وكذا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط السوق وتحقيق استقرار الأوضاع النقدية في المستقبل القريب. كما أكد البنك على أنه لا مساس بسرية حسابات عملاء البنوك في مصر، مشيرا في الوقت ذاته إلى قوة وصلابة القطاع المصرفي وفي قدرته على تحمل كافة الصدمات، بما يكفل الحفاظ على ودائع عملاء البنوك بالعملات المختلفة. قال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين إن الدولة تستهدف المزيد من التعاون مع الصين في مجال تصنيع الوقود الأخضر والصناعات المكملة له من توربينات رياح وألواح للطاقة الشمسية. جاء ذلك خلال تفقد رئيس المنطقة لعدد من المشروعات الموجودة داخل نطاق أحد المطورين الصناعيين الصينيين، حيث عبر عن رغبة المنطقة الاقتصادية في التعاون بمجال توطين صناعة المستلزمات الطبية والمادة الفعالة للأدوية، وذلك لتقليل حجم الاستيراد في هذا المجال. وإلى سوق المال مشاهدينا، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب. ارتفع رأس المال السوقي بحوالي 13.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 954.713 مليار جنيه. على صعيد المؤشر، ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة امرأة 1.22% ليغلق عند مستوى 14560 نقطة. كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة بلغت 1.67% ليغلق عند مستوى 2749 نقطة. امتدت أيضا المكاسب للمؤشر إي جي إكس 100 الذي ارتفع بنسبة بلغت 2% ليغلق عند مستوى 4075 نقطة. تراجعت أغلب البورصات الخليجية مع تواضع أحجام التداول في غياب المستثمرين الأجانب، وذلك بسبب عطلة عيد الميلاد. هبط مؤشر السعودي بنسبة بلغت 0.1%، كما تراجع أيضا مؤشر أبو ظبي بنسبة بلغت 0.5%، مواصلا خسائره للجلسة الرابعة
على التوالي، فيما انخفض أيضا المؤشر الرئيسي للسوق القطري بنسبة بلغت 0.9%، لكن المؤشر الرئيسي في دبي ارتفع بنسبة قدرها 0.5%. أعلن وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد أن بلاده تتوقع أن يسجل التضخم 10.5% في المتوسط في 2023 ارتفاعا من 8.3% متوقعة في 2022 مع استمرار زيادة للضغوط التضخمية. وأضاف وزير الاقتصاد التونسي أنه لا بديل أمام الحكومة سوى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في إشارة إلى حزمة إنقاذ بقيمة بلغت 1.9 مليار دولار وذلك لمساعدة البلاد على تلبية احتياجاتها من الاقتراض العام المقبل. مشاهدينا نهاية هذه الوقفة الاقتصادية، عودة إلى الزميلتين مرة أخرى سحر وأميرة، إليكما. شكرا لك رجاء رمزي. أعلنت السلطات الصحية الصينية إلغاء الحجر الصحي الإجباري للقادمين من خارج البلاد اعتبارا من 8 يناير المقبل، وذلك بعد أن رفعت معظم إجراءات مكافحة كوفيد السارية منذ عام 2020. من جانبه حث الرئيس الصيني تشي جين بينغ المسؤولين على اتخاذ خطوات عملية لحماية الأرواح في أول تصريح له حول كورونا منذ أن خففت بكين بشكل كبير التدابير الصحية الصارمة. وشدد بينغ على ضرورة إطلاق حملة الصحة الوطنية بطريقة أكثر استهدافا وتعزيز خط دفاع المجتمع للوقاية من الأوبئة ومكافحتها وحماية أرواح المواطنين. لقي نحو 50 أمريكيا مصرعهم جراء العاصفة الشتوية المستمرة منذ أيام شرق الولايات المتحدة. وتسببت العاصفة الثلجية بمحاصرة بعض المدن الأمريكية مع عدم تمكن أجهزة الطوارئ من الوصول إلى المناطق شديدة التضرر. مع التدني الكبير في درجات الحرارة وتراكم الثلوج وانقطاع الكهرباء، أدت العواصف الثلجية القاسية التي تضرب مناطق شرق الولايات المتحدة إلى تعريض حياة ملايين الأمريكيين يوم عيد الميلاد للخطر، واستيقظ أكثر من 200,000 شخص في ولايات شرقية عدة دون كهرباء صباح عيد الميلاد، ما اضطرهم لإلغاء خططهم للاحتفال، على الرغم من أن العاصفة التي استمرت 5 أيام أظهرت علامات تراجع، وانخفضت درجات الحرارة في 48 ولاية إلى ما دون الصفر خلال عطلة نهاية الأسبوع، وألغيت آلاف الرحلات الجوية، كما أجبر السكان على البقاء في منازلهم المغطاة بالثلوج. من جهتها حذرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية من أن العواصف الثلجية في منطقة البحيرات الكبرى الناتجة عن تهاطل الثلوج ستستمر خلال يوم عيد الميلاد مع تراكمات ثلجية إضافية من قدمين إلى 3 أقدام، ما جعل درجات الحرارة الباردة مهددة للحياة خاصة مع انقطاع الكهرباء. وعن أحوال الطقس من نشرة 9 مرة أخرى رجاء رمزي. شكرا سحر، شكرا أميرة. مشاهدينا أخبار درجات الحرارة نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الجوية. نبدأ هذه الوقفة بتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية الذين يتوقعون أن يسود غدا الثلاثاء طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر لطيف نهارا على القاهرة الكبرى وأيضا الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء، فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا وذلك على محافظات ومدن الجمهورية. بالطبع نبدأها بمحافظة القاهرة التي العظمى فيها تكون 20 من المتوقع، وأما الصغرى ف 13، اسكندرية 20، 14، مطروح 20، 16، بورسعيد 19، 12، أما الإسماعيلية يتوقع فيها أن تكون درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14، إلى السويس العظمى فيها 20، الصغرى 14، العريش 19، 12، طابة 16، 12، شرم الشيخ 20، 14، الغردقة العظمى فيها 21، الصغرى فيها 13، أما
الأقصر، العظمى فيها 22، الصغرى فيها 11، أسوان 23، 10، الوادي الجديد 23، 7، شلاتين 24، 15، أما حلايب فالعظمى فيها 21 والصغرى 14. الآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية، نتابع. الآن مشاهدينا نتابع وإياكم اللقطة الأبرز لهذا اليوم. ومن هذه اللقطة وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة التاسعة، ويتبقى التذكير بالعناوين.
خلال افتتاحه مجمع الصناعات الكيميائية، الرئيس السيسي يدعو للتكاتف لمواجهة ارتفاع الأسعار ويطالب بحوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية. رئيس الوزراء يتابع موقف توافر السلع في الأسواق ويؤكد أهمية التوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. زلنسكي يطلب مساعدة الهند في إتمام خطته للسلام، ولافروف يؤكد أن الغرب سيكون مجبرا على التفاوض مع روسيا. انتهت نشرة التاسعة، ولكن التاسعة مستمرة مع حضراتكم ومع هدير أبو زيد. أهلا بك يا هدير. أهلا بك يا صاحبي، مساء الخير عليك ومساء الخير يا أميرة، وبنشكر صناع نشرة التاسعة، وأستأذنكم نبدأ برنامج التاسعة.